مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقه جديده ويوم جديد مع ست الستات. كل سنه وكل المصريين بخير واخواتنا المسيحيين بخير. النهارده عيد، النهارده عيد الغطاس، وهو على فكره من الاعياد المميزه جدا لاخواتنا المسيحيين لانه احياء لذكرى معموديه السيد المسيح عليه السلام في نهر الاردن على ايد سيدنا يحيى عليه السلام. وزي ما كلنا عارفين بقى دلوقتي بقى موسم اكل القلقاس والقصب، ودول على فكره من الطقوس المرتبطه جدا بعيد الغطاس. هنتعرف اكتر على الطقوس، طقوس الاحتفال بعيد الغطاس في مصر من زمان ولغايه دلوقتي. النهارده منورانا ضيفتنا الجميله الاثريه ميري يوحنا. ازيك يا ميري؟ اهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه. ميرسي خالص. بصي بقى، عايزاكي الاول كده تدينا فكره عن العيد النهارده، عيد الغطاس. يعني ايه عيد الغطاس؟ كل سنه وانتم طيبين واحنا طيبين كلنا. صحه والسلامه يا رب. الحقيقه عيد الغطاس هو عيد او احياء ذكرى زي ما حضرتك قلتي في المقدمه معموديه السيد المسيح عليه السلام. لما نحكي القصه نقول ان القديس يوحنا المعمدان اللي هو في القران الكريم يحيى ابن زكريا، القديس يوحنا المعمدان اتولد بشكل معجزي. كان والده اسمه زكريا الكاهن، هو طبعاً. كان كاهن وامه تدعى اليصابات، والحقيقه هم كانوا عاقر ما كانوش بينجبوا اطفال لغايه لما تقدم في السن جدا. وبعد كده اثناء ما كان بيأدي خدمه الكهنوت وابيه اللي هو زكريا الكاهن، ظهر ليه ملاك جبرائيل الملاك المبشر دايما وقال له ان انت هتجيب ولد. فهو استغرب ان هو هيجيب ازاي ولد وهم يعني وصلوا في سن كبير جدا وامرأتي عاقر. احنا عندنا القصه كامله في القران الكريم كما ذكرت في كتاب مقدس. فهو قال له ان انت هتجيب ولد وهتسميه يوحنا، هو كمان اللي قال له اللي هو يحيى يعني. وهتفضل صامت لغايه ميلاد الطفل. ولما اتولد هو عمل صيام الصمت. هو كمان قال له ان الطفل ده او الولد ده او المولود ده مش هيبقى زي اي حد عادي، ده هيبقى ليه نعمه خاصه من قبل سماء. يعني ما فيش حد اتسمى باسم سيدنا يحيى قبله، هو هيبقى ليه مكانه او دور كمان عظيم في الاحداث بتاعه السيد المسيح وحياه السيد المسيح. فالحقيقه ان لما يوحنا المعمدان كان اسمه المعمدان لانه كان بيشتغل بيعمد الناس. فجي السيد المسيح وهو كان بيعمد القديس يوحنا في نهر الاردن وقال له انا عايز اتعمد. فطبعا هو قال له يعني كاتضاع او احترام ازاي انا اعمل كده، فقال له ينبغي لينا ان نكمل كل بر، يعني لازم انا كمان اتعمد علشان يعلمنا بعد كده ان احنا نمارس طقس العماد. وده يمكن هنشوف معانا صور ليه ان البيبي دلوقتي لما بيبقى عشان يبقى مسيحي يعني على ايمان والديه بيروح الكنيسه والديه بالطفل وبينزلوه في مكان اسمه جرن المعموديه. أوكي. تشبيه زي ما السيد المسيح تعمد في نهر الاردن. فالحقيقه ان عيد الغطاس هو احياء لذكرى عماد السيد المسيح في نهر الاردن. يعني كان معناه يغطس البيبي. برافو عليك، احنا حضرتك عندك ثقافه في الموضوع جامده قوي. هو يمكن الكنيسه حتى من الاسم غطاس او يغطس، لان يعني. لان كمان الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بتحرص ان المعموديه معناها بالتغطيس. بننزل مش يعني بالطقوس بتاعتها ان احنا بننزل جوه المي. ويمكن ده هنشوفه برضك في الايقونات الاثريه اللي بتعكس ملاحظه عماد السيد المسيح من القديس يوحنا. والصور معانا اهي، وصوره مغطس ابي سرجع. هو في كذا مغطس يا ميري؟ يعني ولا بيبقى في مغطس معين لكل مكان؟ خلينا يعني معلش نرجع لدي كمان شويه لان دي ليها احداث في تاريخ في التاريخ نفسه بتاع مصر من ايام الفاطميين. اوكي. ما كانتش موجوده زمان، لكن احنا عندنا صوره اطفال والكاهن او الاسقف ماسكها بيعمدها في المجوري. يجيب لنا الصور اللي هي بتاعه التعميد او الغطس زي ما بنقول بالظبط. وميري هي واحنا بنشوف الصور هتحكي لنا، ميري يوحنا هتحكي لنا قصه ايه. تعالوا بقى نقول ان زي ما بنقول كده ان عيد الغطاس ده كان في الاول خالص بيحتفلوا الحقيقه بعيد الميلاد. البيبيز في الميه. ده كده طقس. دي ناتالي وهي بتتعمد. بنتي. ده طقس ان الكاهن او الاسقف بينزلها في الميه 3 مرات. نفس رمز السيد المسيح لما نزل اتعمد في نهر الاردن. وبعد كده لما بتطلع بيبقوا لابسين بقى الولاد زي بدله او تونيا بيضه والبنات فساتين بيضه كانها عرايس. اوكي. كانها ميلاد من جديد يعني. زي ما قلنا ان عيد الغطاس دوت زمان في القرون الاولى، اول 3 قرون على الاخص، ما كانش بيحتفل بعيد الميلاد المجيد. ما كانش في 7 يناير اللي احنا بنحتفل بيه دلوقتي. أوكي. كان بيتم الاحتفال بعيد الميلاد وعيد الغطاس وعيد اسمه عرس قانا الجليل، الثلاثه في يوم واحد. اسمه عيد الظهور الالهي.
لغاية لما حصل زي حاجة اسمها مجمع نقيا سنة 325 ميلاديا. ده مجمع انعقدت فيه كنائس العالم كلها وقرروا ان عيد الميلاد يبقى يوم 29 كيهك، وهنا حصل الفصل بين عيد الغطاس وعيد الميلاد. طب عيد الغطاس لازم يجي بعد 12 يوم من عيد الميلاد. عشان كده السنه دي 29 كهك جه يوم 8 يناير. أوكي. اللي هو عيد الميلاد. وبذلك حصل ان عيد الغطاس بقى يوم 20 السنه دي مش 19 زي كل سنه. لا بس معلش فهميني، هو دايما كان يوم 19. السنه دي كبيسه. فاليوم الزياده ده هو الرحل، ما احنا بنلتزم دايما بالتقويم المصري القديم اللي هو التقويم الفرعوني. فهمت. هو طول بابا هطور الى اخر السنه. فالسنه دي كبيسه، ف29 كياك اللي هو عيد الميلاد بدل ما يجي يوم 7 يناير كطقس. بس طبعا احنا في الكنيسه تم يعني تمت قراءات القداس والصلوات 7 و8 هي نفس الصلوات. اوكي. وبالتالي فحصل ان عيد الغطاس اترحل يوم بقى 20 بدل 19. بدل 19 بس عشان السنه دي سنه كبيسه. كنيسه كمان القبطيه بتحتفل بالطقس الفريحي في عيد الغطاس من يوم 11 طوبة ليوم 13 طوبة. بيبقوا ثلاث ايام فيهم مردات خاصة الحان وصلوات. اللي هو حاليا يعني. هو حاليا اللي هو من امبارح بالليل ده القداس بتاع ليلة عيد الغطاس، والنهاردة 11 طوبة لمدة ثلاث ايام. ثلاث ايام عشان كده فريحي. فريحي بالظبط كده. بيستخدم فيها الدف والتريالتو والانغام. ايه التريالتو؟ التريالتو دي آلة موسيقية شبه المثلث بس مفتوحة من ناحية كده تدي نغمة موسيقية مع الدف. اوكي. فثلاث ايام للاحتفال. بالزبط. طيب تيجي نرجع تاني للمغطس، وهل في كذا مغطس؟ انت اثريه بقى فانا عايزه استغلك النهارده واعرف عن الموضوع ده اكتر. باجوري ممكن تجيب لنا صوره المغطس مره تانيه اللي هي الاولانيه، وعايزين نتكلم هل في كذا مغطس وكل كنيسه ليها مغطس ولا بيبقى ايه بالظبط؟ احنا عشان نعرف اجابه حضرتك على السؤال ده ان نقول اصلا ليه المغطس ظهر. فهنرجع بقى لتاريخ الاحتفال بعيد الغطاس في مصر. اوكي. الحقيقه ان مصر ايام الفاطميين كانت من ازهى المظاهر او الفترات اللي فيها مظاهر احتفاليه كبيره جدا. اوكي. الفاطميين كانوا اذكياء وكانوا عايزين يتقربوا للشعب المصري. فهيرودوت كان بيقول عن المصريين ان هم اخترعوا الاعياد. بيحبوا الاعياد، بيحبوا الاحتفالات. ودي حقيقه لغايه النهارده. بيحب الاحتفالات والاكل. يعني صح. ده صح. شعب معروف كده. ومرتبطين ببعض. بالظبط كده. فالحقيقه ان اكتر من مؤرخ ذكر ان في الوقت بتاع الفاطميين كان الخليفه بيطلع بنفسه مع المصريين سواء اقباط او مسلمين على ضفاف نهر النيل وينزلوا بالمراكب. وكمان المقريزي قال في الكتاب الخطط المقريزيه ان الاقباط بيسيبوا اولادهم ينزلوا في ليله شديده البروده، لان احنا في يناير في جو برد جدا، تلاجة. في نهر النيل كنوع من انواع تمثيلا لمعموديه السيد المسيح. اوكي عليه السلام. وكان بيقعد الخليفه وبيؤمر ان المشاعل والانوار اللي احنا هنشوف حاجات زيها دلوقتي بتبقى على موجوده على ضفاف نهر النيل. بتنور حوالي 2000 مشعل. عشان كده بيسموا احيانا عيد الغطاس عيد الانوار. لان عشان المعموديه بينوروا حوالين المغطس. احد الاسباب لان بيبقى حوالين نهر النيل. نهر النيل لسه المغطس ما ظهرش. اوكي. ففي عهد الفاطميين كانوا كمان بيوزعوا المأكولات اللي هي القصب والقلقاس والبرتقال. لا لأن عشان من هنا جت. ده موسم اصلا في زراعتهم فبيوزعوهم على الاقباط كنوع من انواع الاحتفال ومظاهر التراث الشعبي. جميل. لغايه لما جه عهد المماليك ابطلوا عاده ان يحصل الاحتفال على نهر النيل. طيب. ففكر الاقباط من هنا ان هم يعملوا حمام سباحه صغير جوه الكنايس الموجوده دلوقتي الاثريه اللي هو بنسميه المغطس. اوكي. عشان مش عشان يتعمدوا. لا علشان ينزلوا فيه زي نهر النيل ما كانوا بينزلوا فيه قبل صلوات القداس الالهي. اوكي. حضرتك سالتيني هو موجود في كل كنيسه ولا لا؟ هو طبعا موجود اكثر في الكنائس الاثريه. احنا الصوره اللي معانا ده مغطس من كنيسه ابي سرجه، وكنيسه ابي سرجه دي موجوده ومعروفه طبعا لان دي كنيسه المغاره اللي في مصر القديمه اللي التجأت ليها العائله المقدسه اثناء رحله هروبها لمصر. طيب وبتقولي لي مع القلقاس والقصب، على فكره دي حاجه يعني بقت عاده مصريه مش هنقدر نقول عليها قبطيه او مسيحيه خالص. بس طبعا. ده احنا مسيحيين ومسلمين. انا لسه واكله القلقاس الاسبوع اللي فات وكان سكر يعني بجد. لكن حكايه البرتقال بقى، وانت النهارده جايبه لنا، وعلى فكره قالت لي حاجه حلوه قوي بما اننا في ست الستات الازواج بقى هنا ودورها، يعني جوز ميري بيعمل لها البرتقانه المنوره دي في كل عيد غطاس.
هو الحقيقه يونان هو اللي هو المسؤول عن الموضوع ده، وانجينا بقى هي بنتي الثانيه الكبيره، بتبقى صراحه هي الموضوع مبهج، فبتاخدها تقعد تلعب خرمها. بيها وتصور وتساعده فيها طبعا، وتتصور معاه زي ما انتم شايفين كده هي منوره، ده بنسميه قنديل الغطاس. اوكي. هي برتقانه هو فرخها من جوه وعمل فيها خروم شبه الصليب، او عشان كمان تعكس الاناره اللي من جوه بالظبط، وبنحط فيها شمعه سواء شمعه عاديه او شمعه. لو حطينا بقى فيها، طبعا احنا في الاستوديو ممنوع نولع اي حاجه فيها الشمعه العاديه، هنخرم من تحت ونحط الشمعه وهتطلع ريحه برتقان رهيبه، تبقى ريحتها يعني جميله يعني، بس مش بهجه لا، ده كمان ريحه ريحه بقى ريحه تجنن. طيب عايزين نكمل بقى كلامنا تاني. احنا قلنا القلقاس والقصب، في حاجه بقى انا مش عارفاها، البلابيسه. البلابيسه ايه؟ البلابيسه، البلابيسه دي الحقيقه من الحاجات المنتشره اكتر في الصعيد، الاقصر واسوان وقنا وشمال السودان كمان. البلابيسه كلمه معناها شموع. شموع. احنا معانا صور ليها، يا ريت نشوفها يعني، نشوف البلابيسه. هنلاقي ان هم بيجيبوا القصب ويحطوا فيه البرتقانه ويحطوا جوه شمعه. اوكي. او يجيبوا عيدان من الجريد ويحطوه على شكل صليب، وفي كورنر من الاربعه بيحطوا فيها شمعه، وفي النص البرتقانه. اوكي. دي بيسموها البلابيسه، وكان ان الاطفال المسلمين والاقباط بيحرصوا دايما ان هم يمشوا بيها، لان زي ما قلت لحضرتك هي بتدي نوع من انواع البهجه. طبعا. يعني انا فعلا لعبه بيعملوا بيها يعني لعبه. يمكن حد زي فانوس رمضان. لسه كنت اقول لحضرتك كده. حد قاله قبل ما ندخل على طول نطلع على الهواء ان ده احنا ممكن في رمضان نستخدمها كانها فانوس. هي فعلا بيسموه فانوس الغطاس. نفس فكره فانوس رمضان، هو اداه من اداه الاناره. هو بردك الفوانيس في رمضان اتعملت لان عشان السيدات كانت بتمشي بالليل، فكانوا بيعملوا لها الفوانيس دي يمشي بيها الولاد تنور لهم الطريق. فنوع من انواع الاناره. القصب والقلقاس ليه ايه علاقته بالغطاس؟ والحقيقه هو ملوش دلاله عقائديه او دينيه، لكن هي زي ما حضرتك قلتي موسميه. الشعب بيربط دايما المظاهر الاحتفال بالاكلات، زي ما بنربط الفسيخ والرنجه بشم النسيم، زي ما بنربط البيض الملون بردك بشم النسيم، صح، البلح والجوافه بعيد راس السنه القبطيه، والرنجه ما تنسيش عشان بس عشان بحبها برده. الرنجه والفسيخ وشم النسيم برده. القلقاس والقصب الحقيقه بيحتاجوا في زراعتهم ميه كتير، فالمعموديه قائمه على الميه. ايوه. لان احنا بنملى الجرن بالميه. صح. لا ومش كده بس، المفروض ان ده موسم مطر كمان. ما هم بيحتاجوا في زراعتهم ميه كتير. المعلومه كمان الغريبه شويه ان القلقاس القشره اللي بره دي خشنه وصلبه، وكمان لما بنقطعه بيبقى فيه ماده سامه بتاذي الحنجره، ومجرد ان هو بينزل في الميه الماده السامه دي بتتحول لماده نافعه بنقدر نستفاد منها جسمنا. سبحانك يا رب. طبعا. فهو بيقول ان زي ما انا بنزل في المعموديه كده وكاني بطلع بميلاد جديد، فالفكره كلها ليها علاقه بالميه. القلقاس ينزل رموز بالظبط ويطلع مفيد بالظبط. هو رموز زي ما هو غطسان، فاحنا في عيد احنا عيد الغطاس بنغطس في المعموديه بالظبط. فهي زي ما قلت وباكد على حضرتك تاني، هي مجرد رموز ربطها الشعب بالاعياد. طب والقصب؟ القصب ده بالنسبه للقلقاس. القصب برضك بيحتاج في حاجتين. القصب طبعا بيبقى من جوه مسكر طبعا، وبيحتاج لزراعته ميه كتيره جدا، وبرضك كانه بيتدفن عقله منه في الارض علشان يطلع منه العود بعد كده، صح، زي ما احنا بننزل في جرن او في مكان المعموديه. القصب كمان مستقيم بينظر للسماء او طالع لفوق كده، زي ما الانسان المفروض يبقى سيرته او حياته مستقيمه دايما في تصرفاته. هي حاجات رمزيه جميله جدا بنحرص عليها. طيب نسالك بقى كاثريه، ايه اشهر القطع الاثريه القبطيه اللي موجوده في مصر؟ اللي ليه علاقه بعيد الغطاس. بالظبط. طبعا احنا معانا ايقونه اثريه ان شاء الله هتطلع دلوقتي. الايقونه ديت من كنيسه المعلقه بمصر القديم. دي من القرن ال 18. دي مش كده؟ لا خلينا نقول دوت قبل ما نقلب تاني. طيب. ده تاج عمود من القرن السادس الميلادي، حضرتك عارفه العمود؟ طبعا. ده تاج من فوق. ويقال ان الرموز اللي عليه دي رموز فرعونيه. علامه لسه كنت هقول لك، العمدان دي اغلبها من التراث الفرعوني يعني. بالظبط. العلامه اللي عليها من الجنب ده علامه السماطاوي او اللوتس مع البردي. دي بتدلك على توحيد البلاد، لما كان يرسم النبات اللي بيتزرع في الشمال والجنوب مع بعض. بالظبط. يبقى كده زي مينا موحد القطرين. تمام. ده اعيد استخدامه في العصر القبطي كجرن للمعموديه. ده من القرن السادس الميلادي، وهنلاقي جواه فيه زي فتحتين عشان المايه تخرج
من تدخل من مكان وتخرج منه تاني بعد من العماد. فطبعا ده دليل على ابداع الشعب المصري بردك. هو ده تاج عمود هو حوله لجرن معموديه عمت فيه زي صوره نتالي اللي شفناها ما بتنزل في المعموديه كده. أيوه. وتخرج. اوكي. احنا كنا بقى بنشوف الايقونه. نشوف بقى الصوره اللي بعد كده هتبقى بتاعه الايقونه تقريبا. دي مش اثريه، دي صوره بتعبر عن عماد السيد المسيح، وزي ما حضرتك قلتي بالتخطيص لان هو نازل جوه الميه وحواليه الملائكه والقديس يوحنا المعمدان. دي هل دي لوحه ولا دي بس دي صوره عاديه؟ صوره عاديه، صوره مش طيب. دي الايقونه الاثريه، دي الايقونه، دي من القرن 18 الميلادي، موجوده في الكنيسه المعلقه. وزي ما قلنا الكنيسه المعلقه من اشهر الكنائس في مصر، بترجع لنهايه القرن الخامس وبدايه القرن السادس الميلادي. دي موجوده جوه حجره المعموديه الاثريه. بيعبر فيها السيد المسيح واقف وقدامه القديس يوحنا المعمدان وحواليه الملائكه ونازل في الميه وجنبيه سمك. صح. السمك ده من الرموز الجميله في الفن القبطي عموما. لانه كان دايما يرمز لانتشار المسيحيه والمؤمنين. وكان من الطريف، انا قلت لك ان الشعب المصري كان ذكي جدا. وما زال. ايوه طبعا. ايام الاضطهاد انا كنت عايزه اقول ان انا مسيحيه. فما اقدرش اقول عشان مثلا ما تقتلش. فانا عايزه اعرفك ان انا مسيحيه وانت تعرف واعرف انت مسيحيه ولا لا. فكنت ارسم نص قوس. فلو اللي قدامي قبطي بيروح راسم النص الثاني اللي هو يكمل شكل السمكه. اوكي. فانا افهم ده زي لغز، فانا افهم ان احنا مسيحيين. لو اللي قدامي ما فهمش يرسم القوس يبقى هو مش مسيحي. بالظبط. فده كان لغز. فكده يحترس منه. بالزبط. ان هو ممكن يؤذيه ولا حاجه. ده ايام بقى الاضطهاد. بالظبط. ده في الايام في العصور الاولى خالص لظهور المسيحيه. صح. صح. عشان كده لما نخش كنائس اثريه بردك زي الكنيسه المعلقه هنلاقي ان الدكك اللي بنقعد عليها منقوش عليها العنب رمز السيد المسيح والسمك. أوكي. هي رمز زي ما العنب بقى رمز السيد المسيح ازاي؟ لان السيد المسيح قال عن نفسه انا هو القرمة الحقيقيه. اوكي. فالقرمة دي اللي هي المكان اللي بيتزرع فيه العنب. كمان احنا بناخد من عصير العنب ده اللي هو بيتعمل منه الابرقه وبنستخدمه في صلاه القداس الالهي. اوكي اوكي. فهي من الرموز. طيب. برضه ده بقى بالنسبه يعني للاحتفال الديني. عايزه ننتقل للاحتفال الشعبي. انتوا بقى كاقباط بتحتفلوا ازاي بعيد الغطاس؟ هل في يعني احنا عارفين الكريسماس والنيو يير والحاجات اللي هي دي اللي بيتم الاحتفال بيها ازاي، والعشاء والمائده والحاجات دي، لكن الغطاس بيتم الاحتفال بيه شعبيا ازاي؟ هو طبعا دلوقتي ما بقاش الناس تنزل نهر النيل ولا المغطس. يمكن هو لما شفنا صورته كان عليه لوح من الزجاج. لانه محدش بيستخدمه دلوقتي، هو في الكنائس الاثريه بس. يعني ده كمرجع اثري يعني او شاهد على حاجه في التاريخ فتره من الفترات. أوكي. لكن احنا دلوقتي بيحرص الاقباط ان هم يروحوا الكنيسه يحضروا صلاه القداس الالهي. بالمناسبه احنا بنصلي في الاعياد ثلاث اعياد قداسات بالليل. أوكي. عيد الميلاد وعيد القيامه وعيد الغطاس، هم دول اللي بنصليهم بالليل، مش زي اي قداس الصبح يعني. اوكي. بتبقى ليله العيد هي العيد، يعني هي الليله اللي فيها صلاه القداس. فيها القداس. ويوم العيد نفسه مش بيبقى فيه صلاه قداس الصبح. بالظبط. لان احنا بنعدي الساعه 12 بالليل، فكاننا بدانا. بيبقى فيها صيام بمناسبه الصيام عيد الغطاس ما مرتبط بيه حاجه اسمها برامون. البرامون ده يعني استعداد. استعداد ده اليوم اللي بيبقى قبل العيد بيبقى فيه صيام انقطاعي. احيانا بيبقى يعني ايه انقطاعي؟ يعني من غير اكل وشرب. اوكي. زي رمضان. زي رمضان بالنسبه لنا. بالظبط كده. أوكي. مش صوم نباتي اللي هو بالزيت والكده، لا. ده صوم انقطاعي. احيانا بيبقى يوم ولا ميه ولا لا اي حاجه. انقطاعي ده هو البرامون. تمام. بيبقى مرتبط ان علشان كده لو ده بيبقى امتى بقى يا ميري؟ بيبقى الليله اللي قبل العيد. اوكي. يعني امبارح كان عندكم صيام انقطاعي امبارح. لكن لو العيد لمدة جاي قد ايه؟ هو اليوم البرامون ده بيبقى يوم او يومين او ثلاثه على حسب. انا يوم السبت والحد الكنيسه ما ينفعش تصوم فيهم انقطاعي. فلو عشان في كانه عيد اسبوعي يعني. بالظبط. وانا قلت حاجة انت شاطره في فاحنا لو العيد جاي مثلا يوم الاثنين فانا ما اقدرش اصوم اخد البرامون سبت او حد لان هو ما فيهوش انقطاعي. أيوة. فانا هاخد البرامون جمعه سبت حد. اوكي. فيبقى هنا ثلاث ايام على فكره. احنا برضو عندنا كده لو الصيام بيجي اوله يوم جمعه اللي هي مش رمضان، لكن بنصوم قبله خميس جمعه سبت يعني. بالزبط. برضو نفس الحكايه. فده البرامون زي ما قلنا الاستعداد. كمان العيد الغطاس بيبقى من الطقوس اللي مرتبطه بيه هو طقس اللقان. اللقان ده بيبقى عباره عن كلمه سريانيه معناها حوض او وعاء. اوكي. ويمكن في الكنائس الاثريه بس للاسف انا ما جبتش ليه صوره بيبقى في الارضيات اماكن للاماكن اللي بيتعمل فيها اللقان ده. اوكي. اللقان دي بيبقى ميه.
وبيتم قراءة صلوات عليها لتبركها، وبياخدها المصلين بعد كده وهم ماشيين، نوع من أنواع التبرك زي كده يعني، كتشبيهي طبعا مع الفرق لما بنروح الحج وبنجيب مية زمزم، كنوع من أو بنقرا قرآن على مية والتبرك بالظبط. طيب سؤال بقى سياحي شوية، اتفضلي. هو في مناسبات سياحية دينية سياحية في الغطاس؟ يعني في ناس بتيجي تتبرك في أماكن في مصر حاجات زي في الغطاس ولا؟ يمكن لا في الغطاس مش مرتبط قوي، لكن دايما المسار المعروف جدا سياحي رحلة عائلة العائلة المقدسة. لأن طبعا العائلة المقدسة زارت مصر، قعدت فيها 3 سنين و11 شهر، فترة طويلة جدا ما يقرب من 4 سنوات. صح، من أكتر الأماكن طول أو فترة بالظبط، فهي مضت يمكن عدت على 21 محطة يمكن. ففي كل محافظة هنلاقي مكان أثري بيرجع لزيارة العائلة المقدسة. يمكن أنا قلت هو في مصر القديمة كنيسة المغارة أبي سرجة، صح، فيها المغارة اللي عادت فيها العائلة المقدسة بضعة شهور، فاتبركت بيها. فلما نروح نزور مصر القديمة لازم هنشوف بقى المقتص بتاع عيد الغطاس، وهنشوف كمان المكان اللي مكست فيه العائلة المقدسة. طيب إيه تاني من مسار العائلة المقدسة مرتبط بالغطاس؟ لا مفيش حاجه، مفيش لا لا مفيش اي حاجه ليها علاقه بالغطاس، لكن زي ما قلت هي يمكن دي من الفترات اللي بتبقى رائجه، ان الناس تحرص دايما تيجي تقول انا عايزه اشوف المسارات اللي عدت فيها العائله المقدسه. اوكي، زي دير المحرق. دير المحرق في الصعيد، وطبعا العائله المقدسه قعدت فيه اكتر من 6 شهور. اكتر من 6 شهور، عشان كده بيسموه كمان ان انت كانك قدستي، كانك يعني رحتي زورتي بيت لحم او المكان اللي اتولد فيه سيدنا المسيح، كانك حجيتي يعني. بالظبط، لانك انت بتزوري المكان اللي قعد فيه حوالي اكتر من 6 شهور، فده من الأماكن اللي يعني مستهدفة سياحيا جدا. جميل. طبعا ميري أنا بشكرك شكرا جزيلا أنك أنت كده اديتينا فكرة عن عيد الغطاس وطرق احتفال إخواتنا الأقباط بيه، وأعتقد يا جماعة في كل حتة في مصر هتلاقوا أثر من الآثار بيرجع بتاريخ ثري جدا جدا من تاريخ العالم كله، أديان وأماكن وحضارات. مصر دي مكان يعني نقدر نقول عليه مقدس، من أول ما تدخل مصر لغاية لما تخرج من مصر كل مكان فيها مكان مقدس، سواء مرتبط بديانة أو بحضارة أو بمسار أو بعبادة من العبادات. ماري يوحنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا على وجودك معنا النهارده مره ثانيه. كل سنه وانت طيبه، انت وكل اسرتك، وكل سنه وكل المصريين يا رب بخير وبصحه وبسلامه وبسعاده وباعياد دايما يا رب على طول. فاصل ونرجع نكمل حلقتنا النهارده، خليكم معانا.